السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، حلقه جديده من برنامج ايام الناس. احنا اليوم بشارع المتنبي، لذلك الشاعر ابو الطيب المتنبي يقول: اظمأتني الدنيا فلما جئتها مستقيا مطرت علي مصائبا، ويا مصيبه الدولار اللي ما تخلص. اليوم وصل سعر الدولار 180 الف دينار عراقي، ولذلك احنا العراقيين بالنسبه لنا كمواطنين وايضا كمسؤولين عندنا جملة أصبحت دستور بحياتنا، اللي هي ما حد يموت من الجوع. فمهما يناشد الفقير، مهما يعاني الفقير، ماكو حلول. ليش؟ لأن متأكد من نفسه هو ما راح يموت من الجوع، إذا هو أو المسؤول متأكد من يمه ما راح يموت من الجوع. فلذلك أنا اليوم أريد أشوف هاي العبارة، فقررت أشتري هاي الكاسكيت اللي بعشرين ألف بعد ما كانت بخمسة آلاف. ليش؟ لأن متأكد من روحي ما راح أموت من الجوع. فراح نشوف الناس ونشوف حياتهم وشلون تكيفت حياتهم مع ارتفاع سعر الدولار من شارع المتنبي. أجواء جميلة بشارع المتنبي، لكن أكو أشياء أجمل وأكو ناس أجمل. صباح الخير لو مساء الخير. لا مساء الخير. أنت شو تقلدني لو أنا قلدك؟ لابسين نفس اللون. اليوم نسقين. نسوي حمام. تعرف الجو بارد وهاي. بارد بس بنفسجي وأسود بعد. بالضبط. شو اسمك؟ عبد الكريم. عبد الكريم باشا. شرفك اسم عبد الكريم. ايش كبر اسمك؟ اسمه حلو. اسمه مال مواليد 1950. اي بس مواليد 2000. وانت يا مواليد 2000. شو اسمك؟ غيث. غيث. غيث وعبد الكريم. اولا حبيبي خل اخذ رايك باي القبعه شلون؟ بعد قلبي والله حلوه. تسوى 20 لو؟ لا مو مال 20، 5000. غير الدولار صعد بعد. ها هنا حقك والله. طبعا الدولار علق. اليوم وصل ايش قد؟ 180. لا 180. 180 181. زين كعراقيين. نعم. عاد عندنا الموضوع عادي، الناس جاي تمشي وتطلع. والله مو وعندنا مقوله احنا، انا قلت الحين شو تاكل هنا؟ يعني مو شرط يموت من الجوع. حد يموت من الجوع يعني. صاعد الدولار معلق بس يقول لك انا ما ميت من الجوع عادي، انه ماخذين شلون تقول الصوره، يعني صوره طبيعيه وعادي كانما ما صاير شيء. يعني الفقير الله. يعني شنو حاله؟ والله السياسي اوكي هو يضرب بها بالفلوس. والسياسي متاكد انه ما مهتم، متاكد ما راح يموت من الجوع. مصالحه انه الدولار يصعد عادي. هو ما كل هم الفقير طبعا. فمن واقع بها الفقير، وشغل ماكو هسه، سوق ماكو، كلها يعني قاعده، وبس السياسي فالح بها يضرب بها بالفلوس. زين مأثر عليك؟ طبعا مأثر علي. بيمن بالله اكيد مأثر بيا وعائلتي وبس. عايش يعني ما تموت غير؟ عايش اي طبعا. المهم عايش. عايش بس شنو ذنب الفقير اللي ما ياكل؟ اللي ذولا جماعه المخيمات. عبد الكريم ترى الفقير صار له سنين يناشد عادي، يعني خليه يناشد عادي يعني. صارت صوره طبيعيه عادي يعني. عادية صارت عندهم نوابنا وسياسيين. والله خلنا نشوف غيث. غيث حلوة الشفقة ولا قبعة؟ لا حلوة كلش حلوة. ترى رجعها والله. لا لا كلش حلوة. انا اليوم قررت اشتريها رغم انه بجيبي يمكن 30 الف. قلت عادي اشتريها ب 20 ما اموت من الجوع. طبعا ما حد يموت من الجوع، بس الاسعار الايام كلش مرتفعة. لو بعد تصمون ارتفع بشر، صار 6000. كان 10000 على قول السعودية. هسه صار 6000. اي لا احتمال يمكن يموت من الجوع بعد. صار 200 لا ما حد يموت من الجوع، بس الفقير اللي ما عنده راتب واللي قاعد بالشارع شلون بي شلون حاله؟ بس احنا يعني جزء انا وانت نقدر نقدر ندبر نفسنا، بس الفقير شلون؟ اللي قاعد بالشارع اللي ما عنده راتب. السياسي ما يهتم لا الفقير ولا غيره، بس يعني الفقير اللي قاعد بالمخيمات اللي كاتله البرد. خليك كتله البرد عادي، خليك كتله البرد. لا يموت من البرد غير؟ اذا ما يموت من الجوع. برد وجوع. يموت من الجوع؟ طبعا اكو هواي اكو هواي. هسه الاسعار مرتفعه كلش. زين احنا هسه اذا صفرنا عليها انه وصل الارتفاع مال الدولار بهالقوه هاي، يعني 180 200 عجيب يعني. الراتب بعد ما له قيمه. طبعا ما له قيمه. مو يعني طبعا تستلم 500 مليون صارت يعني طبعا ما له قيمه. ما تسوى اصلا. ما تسوى طبعا يعني. الا اذا الدولار صار 170 الرواتب بعد ما تكفي. موظف وغيره 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 يعني ما تكفي. بس السياسي ما يهم. ما يهم طبعا ما يهم. تروح لابو المطعم
مغلل الاسعار، والله ليش بالدولار؟ دولار تروح عند العجبني اليوم ابو قرده ذني مال الانقاذ جاب يجيبوهن يجيبوهن هنا، قالوا والله ماكو ليش؟ دولار صعد، وانت شنو بالدولار؟ قال والله مو ما حد يشتري. اي ما حد يشتري. شوف وين وصل الموضوع. طبعا يعني انا ابو الاسواق ابو الغيره طبعا راح يرتفع ويا الاسعار الدولار. زين. هسه قمصلة ما تشتري بعد؟ عندنا قماصل. عندنا قماصل. انت ايش عندك والله بناطيل عندك لو ما عندك؟ عاد واحد يطلب من الثاني. والله ترى والله هسه اعطيك هاي القبعة. طبعا. احنا نتلابس، احنا نجيب لبسه ونلبس هالو اخواني عادي صارت طبيعية. نتلابس؟ اي فاحنا هسه بهذه الحالة احنا ما راح نناشد لا الحكومة ولا سياسيين. زين يعني احنا ناشد وبنزول الدولار هو دا يصعد ما دا ينزل. زين هسه احنا نتوسم خير حكومتنا الجديده، الحكومه اللي شكلت انه ممكن تباوع هذا الموضوع. انتم كمواطنين شو توجهون للحكومه اللي موجوده حاليا اللي تقود الدفع؟ والله احنا نتمنى انه الدولار ينزل الى سعره المحدد قبل 120. الله وانما هاي صارت امنيه لكل عراقي وكل شعب عراقي انه ينزل الدولار. ينزل 140. ينزل 140 145. لا خلي طموحاتك بعد لا بعد ما خليها 120 مستحيل يرجع بعد. زين واليوم جايين المتنبش عجب. والله جايين تعرف اليوم خلصنا امتحانات طبعا اخر يوم واحنا طلاب محافظات. شرف علي شرف حبيبي. وين تداومون؟ نداوم جامعه بغداد. اليوم خلصت امتحانات؟ اليوم خلصنا امتحانات. اي فقلنا نطلع شويه نتونس غير جو. هسه النوب الدرجات يقول لك غاليه درجات هسه وين المشكله؟ ليش؟ على الدولار. على الدولار. على الدولار الدرجات. الدكتور قلنا يا دكتور الله الله يبينا شويه درجات كان يقول والله جملته من نار قلقل. الدولار صاعد والبنزين معلق والكروه هماتينه شو تقول حتى السياره بعد ما يجي بيجي فورتات يقول الكروه صاعده. ليش يا ابو كان يقول الدولار صاعد؟ والله بس ما صعد علينا الدرجه. ابو شايب انا بنظر على الدولار ادري بيه الدولار صاعد وادري بيك ما مشتغل وما حد صح لو مو صح؟ أسجيك طيب اتمنى لك التوفيق. الله يسلمك للجميع ان شاء الله. واتمنى لكم التوفيق حتى الدرجات عادي ما يخالف. احنا نتمنى نصعد الدرجات. ما تموت من الجوع. نصعد الدرجات. لا لا ما تموت من الجوع. لا لا ما نموت من الجوع ان شاء الله بس فقير يعني ان شاء الله. راح يبتشين يا ليش؟ ليش؟ الفقره طبعا. اي طبعا لا الفقره لا يعني اذا اردنا ندخل في هذا الموضوع بس انا احكي عليك انه انت اليوم درجاتك اذا لا تصعد يصعد الدولار صعب يصعد الدولار؟ ايش قد توصل؟ نعم مشاهدي الكرام متواصلين وياكم بالتالي نتمنى انه من الناس المعنيه الى دوله رئيس الوزراء السيد محمد الشيوعي السودان انه موضوع الدولار ترى وصل لرقم مبالغ به جدا وهذا الموضوع يعني يحتاج لقرار يحتاج لما اعرف باي طريقه تتعاملون به كحكومه لكن ضروري ضروري انه الدولار يرجع الوضع الطبيعي مو مثل ما هسه موجود بالاسواق 180 ومن المحتمل انه يوصل 200,000. متواصلين وياكم خليكم. خضر الشاي خضري عيون المنى خضره. انت مخدر الشاي استر ولا؟ انا مخدرتي قبل نص ساعه. حار طيب؟ حار حار الامور اوستفك طيبه الحمد لله. الاشياء حلوه وشاي راقي. الله ليش جاي تشتري الكيلو؟ انا الكيلو مالته اجيبه ب 10,000 نوعيه زينه وزن بس نوعيه زينه اقدر اجيب الكيس ب 1000 واسويه بس شاي فاشل يعني اللي يشرب منه مرتب انا ما اشرب من يده. وهسه بالعشرة جايب له ب 1000؟ لا بالعشرة ما جايب بالعشرة والدولار صاعد. انت اليوم الاستكان بيش تبيع؟ اني قلاص سفري الحمد لله شكرا انا بيعب 500 قلاص. اي بيربح لو هم الدولار. لا 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 انا ما اشتكي من الدولار. اشتي لك يا الله ولا يا الله لقينا واحد ولا ما يشتكي ولا اشتكي من اي شيء. ليش احنا كل احنا متوكلين على الله سبحانه وتعالى. امنت بالله ونعم بالله وطالعين على الله ورزق الله سفرة الله ممدوده وما تخلص للجميع. يا امشي السفره اي وحتى ما تموتون من الجوع. بالبيت بالبيت المهم ماكو جوع بالبيت. من نقعد كلمة المعونة قبالة الله بس هي الله سفرة رب العالمين سفرة وعدة والجميع تاكل من عدل المسلم الكافر هاي كلها كلها تاكل منها. هو المهم ما تموت من الجوع. لا ما نموت هاي طموحاتنا احنا ابد ما نريد لا بيت ما نريد لا نشتغل لا نسافر لا دولار المهم ناكل احنا نسكن على الله سبحانه وتعالى. امنت بالله والحمد لله والشكر. انت ما تدري بوضعي شنو؟ شنو وضعيتك تعال؟ الله يدري بوضعي والحمد لله والشكر. قبل فترة جانا مصطفى البصراوي ولا تعرفه على التيك توك. المهم شنو وضعك؟ انا اسولف لوضعك. ايه
تعبان. احنا بيتنا بقطاع 80 مقابل 74 بالمدينه. اي بالمدينه رحم الله والديك الله يعافيك. انا اشتريت بيت 40 متر زين بغرفتين صغار فضل من الله الحمد لله والشكر اخذت ب 11 مليون اشتريت اللي كنت قاعد بالايجار اي بالحواسم زين عندي ثلاث بنات واثنين ولد 11 مليون وقف سولف لي بتشاي ايش قد طلعتهم بش كم سنه؟ لا مو طلعتهم لا كنت قاعد بالايجار كل شيء اي شلون لميت ال 11 مليون؟ داينتين كلندين كلندين اوكي نسمع كلندين والحمد لله والشكر الله سهل لي من سهل لي بناس تداينني زين والحمد لله اشتريت البيت واصل تقريبا سنه ونص انا قاعد به هسه الحمد لله وشكر جات علي 8 بقت الله رزقني من عده ومن اهلي طيت 500 بقت علي 7.5 الله ان شاء الله يسهل لك ان شاء الله, إن شاء الله خلص زين شنو اللي عندك بعد القصه؟ ولا راتب مال رعايه ولا اي شيء الحمد لله ماكو راتب رعايه اي تنتظرون يعني ان شاء الله ننتظر ونقول الحمد لله وشكر الف الحمد لله وشكر اللي اشتكى همه لغير الله مذله عاش فيك والله ونحمد الله ونشكره بس انا وصلت لك الرساله ايه تبطل هسه اخوي انت سبع لا الحمد لله والشكر انت اول شيء اخوي الله يسلمك وثاني شيء نريد الدوله ما نريد نحكي عليهم حكي مو زين الدوله الزينه الطيبه تراعيكم اللي سويناهم اللي علينا مقامهم نريدهم يباوعون علينا احنا المواطنين البسيطين اللي ما عندنا لا راتب ولا حتى شهاده ما عندي والله صحيح انا من الخامس نجحت للسادس بطلت قبل كانت الشغل ايش صالك بتشاي اني؟ انا كنت اشتغل حمال بالشرجه بعقد النصارى بس دعمت سياره ما بيقدر صارت نجات الظهر رحم الله والديك فاضطريت يعني اقعد ما مو مال اقعد زين جبت ترمز وذني فضل من الله واشتغلت الحمد لله والشكر الله يزيدك ان شاء الله اشتغل اجي هنا للمتنبي الساعه بالسبعة الصبح اروح ب 12 بالليل 7 الصبح تجي اي وين هاي تخدر وين هاي الله سهل له واحد رائد ابو الشاي هذا اللي يصيح شاي شايفين انتم اي خلف الله عليه والله جازي بالخير قال له هذا الميز مو ميزي ميزك وطباقك واشتغل والله يرزقك الله يزيدكم ان شاء الله قال لي و قلت له خاف تصير زحمه عليك هاي قال لا انت رجال نعرفك وخلف الله عليه ورجال يعني صح فضل لله وصاحب فضل نعم. علي والحمد لله والشكر وفوق كل هاي دائما يجيني يقول لي ايش محتاج ما محتاج اقول له رحم الله والديك الله يوفقك ان شاء الله اول سان طيب رائد الله شاهد انا مو قدام الكاميرا وهاي فعلا اي صحيح مو قدام الكاميرا وهاي بس رجال طيب والناس تحبه وله جماهيره له جماهيره وانت ملك جماهيرك ان شاء الله الحمد لله والشكر بس انا جاي اشوف جماهير رائد احسن من سوى فعاليات احسن ورائد. من جماهير رئيس وزراء لا رائد شو يسوي رائد عنده اغراءات هاي مال تشاي بس نفسيته طيبه الله يخليك الله شاهد مو لين خذ انا اسوي تشاي تحياتنا الرائد ابو تشاي احنا سبق وان التقينا به ببرنامجنا هسه احنا تشاي صار لك ساعه واقف ولازم يجي انا فارغ فارغ للاسف والله شغل زين الحمد لله شغل زين نعم الله يزيدك اول شيء نشكر قناتك الموقره اليوم شارع المتنبي قناه الايام واجب النهار بس انا راح اعقب على كلام اخوي لان كلام بمجامل الحكومه من شنو انا من شنو اشوفها مدحها من يا ناحيه من ناحيه تقول يعني خير وخير هو انا خلي بس الاسم بالخير عباس عباس نعم. احنا ترى هسه معضلتنا بالوقت الحالي وايد تجاوزنا اشياء لكن عندنا ممنون حبيبي فدوى العمر الله يسلمك معضلتنا حاليا الدولار نعم الدولار يعني مشكله صارت هسه عند العراقيين مشكله ازليه اصلا احكي لك شيء انا اشرب الشاي اشرب يلا انا ابدا بالحديث اول شيء السلام عليكم انا من منطقه النهروان ايه انا من منطقه النهروان متزوج عندي اثنين جهال الله يخليك ايه اجي هنا الساعه بالأربعة الفجر اروح الساعه بالوحده بالليل تمام باليوم 4 الفجر اي والله العظيم تروح الوحده بالليل اي لان على مود من الزحامات وهاي الساعات تروح اي ها مسافة الطريق لان من النهروان للمشتر 35 كيلو الى المسافة هنا انت تعرف تروح لاهلك يعني ثلاث ساعات بالليل بس اي ثلاث ساعات الا وصل اي ثلاث ساعات الا هاي شوف هاي اللي بيوم يعني شوف الله بالخير عليك احنا كنا نحكي واقع الحكومة عبارة عن شايلوك قال سولف لك قصة شايلوك شايلوك شنو هذا؟ شايلوك قصة لويليام شكسبير شايلوك تاجر يعني مال اقماش وهاي تاجر كبير جاء انطونيو قال لي شايلوك قال له انا راح بعد الشهر اللي تجيني البضاعه يمكن شنو العوض اعطيك اياه قال له تعطيني من جسدك قطعه لحم كيلو قالت من جسدك قطعه لحم كيلو يهودي بعد شايلوك المهم عدى الشهر ما جت البضاعه مالته انطونيو قال له وين قطعه لحم قال له ما عندي
قال له بشرط انا انت قسمت فعلا. قسمت ان تعطيني قطعه لحم. اجت محاميه صديقته اسمها انجلينا. انجلينا ايش قالت له؟ قالت له انت راح تاخذ قطعه لحم بس ما وياها دم. ذبوا شايلوك في السجن. مقصد كلامي احنا قصاتنا شايلوك مثل شايلوك, شايلوك. حكومتنا شايلوك, شايلوك. ما تبوا للشعب للفقير زين. يعني قنية الطحين بالنهروان ب 80,000 80 وصلت يمكم؟ ثقب الله الله شاهد ورسوله. انا يوميتي 25,000 هنا اطلع. هاي ال 25,000 منعتها فواكه, منعتها حليب, نعم, منعتها مسواق, منها طحين. شو اجيب؟ الله يساعدك. المشاكل لله. لا بس انا مقصد راح احكي شعر للحكوماتنا الموقره. هم شايلوك؟ اي شعر لازم ارد عليهم. تحكي عن العشرينات القرن الماضي لحد الان زي. هي قصه تقول محطه الى القطار. عسى ان يرموا اولاد الذوات نفاياتهم فيها شيء من الحلوه وقليلا من الثمار وصوت عجوز خافت لم يعد ولدها اتعب الانتظار وهل يسمع اللحن الجميل اذا كانت الاله بلا اوتار. الفلاح يرمو الى السماء والسحب العقيمه بلا امطار والحاكم المحتوه هو صاحب كل قرار في كل بلده ياكل الشهد وله الاملاك في وسط البحار. هل مات صوت الاحرار لكن رغبه له بالانتحار. وطني ينزف دما. والله الله هاي الموفق محمد. لا هاي الي العباس إيه؟ العراقي انا الي انا اخو سجاد الغريب الشاعر ابو الناصريه. حياتنا سجاد حبيبي. حياتنا لك ما حبيبي. شاء الله عالة شعريه. مهدد بالقتل على اي مهدد بالقتل على قصيدته الاخيره معذور يا موطني حتى من اشيدك حزن. لسه فضحت روحك. لا ما بي شيء انا ما من هددك؟ من هددك؟ مو انا هدد هدد اخوي سجاد الغريب الشاعر. تحياتنا له. بس يعني شيء تعليق صغير للحكومه. يلا اسمع. انت فائدتك حاليا الورقه الك بس الشعب هذا الفقير. عندنا منطقه بالنهروان اكو ناس تاكل من الزباله عايشة على الزبالة. نباشة يسموها. اي نباشة. ابنك تقبل ياكل من الزبالة؟ ضميرك تقبل؟ اذا انتم عايشين باوروبا تاكلون الشهد واحنا ناكل نخل. ليش؟ شو يصيرنا بالعراق؟ عباس شكرا جزيلا. بس الله عليك اقسم عليك بالحسين لا تقطع شيء. هذا اللقاء بعد ومسجلين احنا بالكاميرا. اتمنى لك التوفيق. حبيبي اشكرك. زين وان شاء الله يا ربي نحو الاحسن نشوف. ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله رب العالمين موجود. ونعم بالله. يعني والله العظيم المواطن العراقي واصل مرحله احباط. جاب احباط باحباط بحروب ماكو يعني اشياء تلبي طموحاته سواء مسؤولين او ناس بالدورات الانتخابيه. ف يعني ماكو بس رب العالمين ويا المواطن العراقي وكل احنا امل يعني نقول نامل عسى ولعل انه القادم افضل بوجود الكابينه الوزاريه الجديده على اعتبار انه هي اليوم اغلب تصريحات وجود تصريحات رئيس الوزراء انه قريب على المواطن يعرف بشعور المواطن. فنتمنى بالمواطن هلا هلا بالايام الجايه. متواصلين وياكم خليكم معنا. طبعه حلوه ولا مو حلوه؟ حلوه طبعا. تسوى 20؟ كيفك؟ خلاص مطلعين فلوس لعب. شلونك عمو؟ شو اخبارك؟ الاسم الكريم؟ اسم كاظم عبد الله. كاظم عبد الله، استاذ كاظم جاي اشوفك بتراك. اي وستايلك رياضي والبايسكل لك؟ اي رياضي؟ اي رياضه انا. من زمان؟ من زمان من صغير. شو انت تمارس يا رياضه؟ اي ملاكمه والحديد. تمرين كمال اجسام. كمال اجسام. اكو عضلات؟ اه ما شاء الله الكيل. هذا الكيل طلع طلع الناس طلع. صفر صفر تحت صفر. كنت اتدرب يم استاذ فايز هذا رئيس الاتحاد. فايز عبد الحسن؟ اي بالضبط. اي تحياتنا. كان كنت اتدرب يم هو طبعا حتى كورس ما يعطيني. زين. هاي ما يسوي مش شايب. يقول لك ماجد شو تسوي مو؟ هو شو يقول لي هو استاذ فايز يقول لي شو شايب؟ حتى كورس ما ياخذ من عندي. هيك شنو بطل؟ هيك يعني اخذ العقله بايد واحده. رامبو 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 بزغره. وشنو اللي صار؟
اللي صار بعد شوي كبرت العمر وانضربت طلقات وكذا امور خاصه ما علينا ندخل بالتفاصيل زين واعتزلت الرياضه يا سنت والله تقريبا 3 سنوات اسمها مره بس جاي تمارس بايسيكل وكذا محافظ على اللياقه بس عندي هسه عندي قاعه موجوده فوق هي مكان محمد اي احمد تكتب كورسات لو تمرن بها لا هو هي متروكه وانا ها تروح تمارس بها الرياضه يعني قررت ارجع لها شويه يعني زين الاشتراكات يقول لك صاعده هناك بالقاعات على الدولار مو على الدولار هم شنو المؤجرين قام يصعدون الايجار على القاعات ليش بسبب الدولار؟ مو حتى قبل الدولار يعني كان زين. الاشتراك هو 30,000 هسه يكون عندك عضلات كان رحنا هدينا بيك نوقع الدولار ننزل الدولار ماكو صرت بعد راحن بس هاي قويات يقول راح ليالي والزمن عدهن عاد انك البيض لا تخضع لهن عدهن الله والزمن لا مال مال زمن حاله الله زين زين هذا البايسكل جاي تجيبيه من البيت لهنا ماكو كل بغداد تراكش هذا البايسكل كل بغداد ما شاء الله يعني بغداد وين نروح زحفراني باب الشرقي بساطة طائر هذا مو بايسكل ماكو كله ماكو يعني خلصه بايسكل حياته خلصه بايسكل طبعا هاي من حتى من صغير زين تحب البايسكل زين شنو الهوايات اللي تمارسها غير الرياضه الملاكمه لا غير الرياضه انه البايسكل عزف الناي تعزف ناي هاي من الساعه سمعت واحد يعزف ناي وين حلو طبعا انت تعزف ناي وين الواحد وين؟ اي موجود هذا ناي تشاقه بالبايسكل مخليه ايوه هذا ماذا مو كنتور هذا خلي البطاريه مال مي جنازه موجوده انا لا ماكو شنو هذا الناي هذا الناي طبعا الاصلي مالته قصب القصب هسه غالي بسعر الدولار لا هو قصدي الاصل الناي مالته قصب ندري من القصب بس هذا شنو بلاستيك شوي مرادف اليه تكفد والجوده جودة القصب هذا الجودة مالته زينة يعني انا زين وانا صنع وانا تسوي انا صنع بيدك شلون تسوي يعني عندي فكرة قديمة سر المهنة هذا حج عضلات زين نسمع شيء صبر صبري قلبك صخر شنو عاشت ايدك بس صوته مطبق هذا طبعا عاشت ايدك يعني من زمان تعزف بالناي والله من انا صغير تعشق الناي طبعا بس حزين الناي شجن ليش هو طبعا هو يعني يا اخي ماكو مثل الناي ايش قد تسوي اكو الات تطورت بس الناي باقي الجوده باقي الجوده مالته يعني بس الاورجن الاوكرد ما يجمع 3 آلات 4 صح بس هو الناي لحد الان ما الاورجن جاب بس صفير الناي زين ما جاب الاصل مالته زين الله لو ما حكاية الناس بقليب أضمك هذا الناي هيك عم انت باعت أولا الناي ثانيا عضلات ثالثا بايسكل عاش سيدك أتمنى لك الصحة والعافية وإن شاء الله يا ربي إن شاء الله يوفقكم والله عليكم بالأرقى الرقي بالإذاعات الله يخليك الله يخليك كابتن وشرفنا بس سوي الناي ريس حركة ماكو والله تراي ماكو شكرا جزيلا نعم مشاهدي الكرام متواصلين وياكم ان شاء الله متنبي شوف خير خليكم We'll be right back.
شلونك حبيبي؟ هات هنا مرحبا. مصطفى مو؟ ايه. مصطفى شنو؟ مصطفى الكواز. الكواز، انتو عائلة الكواز مشتهرة بهاي المهنة؟ اي نسبة للكوز ما تلحب، ها سمونا كواز. هاي هاي مهنة من نعم. اجدادي يعني، اجدادي كانوا يشتغلون بيها. من يا سنة؟ سنين طويلة. من سنين طويلة نشتغل هاي الشغل. السبعينات، ثمانينات لو؟ لا لا قبل. اه ما شاء الله قديمين. زين هسه انتو جاي سوا بالضبط جاي شوف انا هواي اشكال عندك هنا هاي القوالب شلون جاي تجهزها اولا مو قوالب ها هاي هذا الويل الفخار ويل زين دولاب الفخار زين ها مثل ما جاي تشوف نعجنها بهاي الطريقه من بعد ما نعجنها انت جاي تعجن لا هاي مو عجن هسه هاي الطريقه شو يسموها هاي نسرب الهواء بداخل الصفصال داخل الطين زين تمام وراها نعملها بهاي الطريقة حلو ونختار الشكل اللي احنا نريده اه تمام يعني هندسة ايه شغلكم ايه الحمد لله والشكر زين هذا طين؟ طبعا طين من تجيبونه نوعيته شنو؟ الطابوق يعني شنو المكونات اللي بيه؟ له نوعيات له جودة تستخدموه؟ اكو اي يا جودة تستخدموه؟ هو طين الحر سلونه احمر طين الحر هنا عدة انواع الطين ها نستخدمها وهذا افضل انواع اللي يصحوا له طين حر متعارف عليه زين وناخذه يعني هم صعد سعره هذا ويا الدولار لو ما له علاقه بالدولار والله هو الطابوق بسرعه ما صعد يعني اه حتى الطين صعد ما شاء الله حتى الطين صعد سعره يا دولار لا يعني بس هو احنا نشتريه يعني من نشتري زين اي فاجره الاجره تصير غاليه اجره النقل هذا نشتري من معامل النهروان من النهروان اي معامل ايه؟ الطابوق ايه. ايه. شنو الاشياء اللي تحتاجها المكونات غير الطين اللي موجوده كوره اللي هي كهرباء وغاز الغاز اي غاز لمن تحتاج الغاز افخرها دخل الفرن اللي يسميه فرفور احنا فخاريات ذني الزجاجيات اي نفخرها كلهن نفخرها هسه انا مو كملت هسه هذني سنادين زين هاي سنادين هذني سنادين تمام هذا القبق ما شكردان ها هذني مو خلصن وكملهن ينشف اوديهن للبيت افخرهن زين ها زين وراها اجيبهن هنا ايش قد تطول هاي العمليه هسه انت مثل هاي سويتها السندان ينشف يوم كامل لازم يوم كامل يبقى يوم كامل ينشف وراها ماي من ينشف ويخلص ادخله فرن جيد اي وراها يعني لازم تدخل العمليه فرن اكيد هسه انت هاي اليوم اللي جاي تسويهن هاي على باكر على عقبه على عقبه يلا تكمل اي لان هيك اللي موجودات يعني مال الايام السابقه اي واسعارها شلون؟ حسب يعني مثلا هسه هاي بيش سندان يعني من تخلص وتكمل اي 3000 والبقيه ذن الموجودات هنا حسب عندي بخمسه وعندي بعشره وعندي باربعه زين. وعندي بألفين وعندي بألف كلاس مصطفى نقول انه من اللي يقتنى هاي الاشياء؟ لها رغابه ناسها لو عامه الناس شوف بصوره عامه المي نشربه مي ميت هذا يحيين مي ودليل يسحب الاملاح والترسبات ويعطيك المي الصافي مثل طريقه الحب فهذا صحي يعني ما لها دخل بس اكو ناس ترغبه ومرات اكو ناس تشتري ديكور وقاعده عربيه عندهم بالبيت او زين. بالصالون الاستقبال مثلا او مكاتب او مثلا مكان معين يختارونه واكو المغتربين تمام مغتربين عراقيين لا لا هو مغتربين عراقيين يشتري ذكرى بايام هذا وهم نفس الوقت يشتري لان اغلب الدول الاوروبيه المي مالتهم مالح تكون مالح؟ اي ما يساعد المي المالح ما يساعد على هاي الاشياء طبعا يسحب الاملاح والترسبات هو هذا زين شيء صحي وراها بالتالي يعطيك المي الصافي بهاي الطريقه فاليوم احنا يعني جايين نشوف اكو ناس لا ما تشتري مجرد بس تصور وياي وتسوي وياي لقاءات مثلا او الناس تسوي وياي بتليفوناتها الشخصيه تمام الناس حابه الموضوع التراثيه الشغله نفس الوقت هي شيء جديد ها وانا اشتغل اونلاين قدام الناس ها عكس ما هو المتعارف عليه فالناس متعجبه على هذا الشغل زين مصطفى سؤال جواب هذا الماكينه شنو هاي الشغله جاي اشوف بايدر اي هذا كان قبل ويل على الرجل يفتر هسه هذا كهربائي تمام تطورت اي تطورت وكان يعني على الرجل بهاي الطريقه هيك شيء هسه اكيد اسهل بس نفس الوقت كهرباء شوي كان نواجه معاناه من ناحيه الكهرباء يعني
ايه على الكهرباء. عندي بهذاك بالبيت اللي اني اسوي اشياء الاكبر مثل هذني البستوغات. لا لا هذاك اكبر بالرجل تمام، اما هذا لا هذاك بايدر قصدي. اي هذا على الرجل هيك شيء. اي نحصل احنا بايدر مثل بايسيكل يعني. اي بهاي الطريقه الكبار اسويهن بالبيت والصغار اسويهن هنا، ومثل صناديق قلاصات طلب يطلبونه من عندي ورا 4 أيام 5 يجيبونه. اي كيف خدمه التوصيل عندك؟ لا يجون هنا، يجون هنا ياخذونه. انا قلت لك اواجه مشاكل من ناحيه النقل، اواجه مشاكل اي هذني اخذهن واجيبهن واوديهن، اخذهن بعربانه واجيبهن. اي اي اشكرك تسلم ان شاء الله يا ربي يكون لك شيء خاص يعني كبير اكثر من هالبسطيه. والله اتشرف بكم، مقامكم عالي وشرفتونا، وان شاء الله نلتقيكم باوقات لاحقه. أغاتي أنا ومرحبا. خير كلام متواصلين وياكم، رغم أنه العديد من المهن اللي موجودة بالعراق لربما يعني نوعا ما بدأت تنقرض، لكن بعض المهن لغاية الآن الناس محافظة عليها، محافظة على شغلها، محافظة على جودتها، وبالدليل اليوم مصطفى محافظ على مهنته ومهنة العائلة. متواصلين وياكم، خليك. يعني المشاهدين الكرام مثل ما جاي تشوفون احنا بالمتنبي، شارع المتنبي هاي شارع الثقافه وشارع اللي اقدر اعرفه انه شارع المهن، جميع الاختصاصات موجوده هنا، بالتالي الرسامين النحاتين وغيرهم من العديد الاشياء التراثيه الاشياء الحديثه اللي دخلت بالمجتمع. فاحنا اليوم يا الاستاذ صباح، استاذ صباح السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. كل رسام نحات لو شلون تحب قدمك فنان. والله اولا اشكر قناتكم الموقره المحبوبه. الله يسلمك. اني الرسام والنحات ومصمم الديكور صباح الكعبي. نعم نعم. زين نتحدث عن الرسم، بما انه هسه ما شاء الله اللوحات الجميله تخبل يعني تشبهك بالضبط. اشكرك 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 اشكر اخلاقكم العاليه. الله يخليك. هاي اللوحه هسه اللي جاي ترسم بيها ايش قد تاخذ منك وقت؟ اصباغ ايش قد تاخذ منك؟ هاي تجربتها الماديه بعيدا عن الجهد. تاخذ يعني تاخذ وقت لانه شتاء. نعم. شتاء واي فنان يسمعني يأيدني، كيف شتاء والوان زيتيه تاخذ يوم ونص، ثاني يوم اقدر افنشها اكمل الفاينر مالتها الفينيشن وبالالوان الزيتيه. نعم. ليش شتاء؟ شنو الفرق الشتاء عن الصيف؟ الزيت نعم الزيت الوان الزيتيه تكون شويه نحسه وهي لانه كيف زيت مو مثل الاكريليك، الاكريليك يا بس مائي ينشف بساعات. نعم. بالصيف بالعاده ايش قد تكمل هاي؟ أيام أربعة. بالصيف؟ لا بالصيف ثاني يوم بالصيف. نعم. يعني بالصيف أفضل. أي ثاني يوم. أسرع. نعم ثاني يوم تكمل وممكن عندنا السواح الأجانب. نعم. يختارون دائما عراق الحضارة، يختاروا دائما بالصيف تشوف يتوجهون الأجانب أكثر من الشتاء. اي لانه اي نعم الاجواء الحلوه هم محرومين، احنا الحمد لله فضل الله منعم على العراق. زين رغم الشمس حاره بس هاي نعمه من الله. نعم. ثق وصدقني. فتشوف معظم الاجانب يختارون هذا المكان هذا التاريخ هاي العملقه، اضافه الى كمصلحتنا ما أخرج عن السؤال كفنانين، فيجون يختارون ويقنصون تراث العراق، فن اللوحات التراث العراقي. استاذ
صباح، انه هاي الصور هسه اللي جاي ترسمها واللوحات العفو، نعم حسب الطلب لو فكرتك؟ لا لا اكو حسب الطلب، اكو اي اكو حسب الطلب. نعم. ومعظمها ياخذوها نفتحها من الشاصي. نعم. هذا الكانفس، هذا الكانفس الايطالي، نفتحها من الشاصيه وتلف وتدخل بالجنطه وتطلع فرنسا، ايطاليا، سويسرا، بريطانيا، لا ياخذوها لبيوتهم. فهناك يسوون الفريم، يسوون الخشب وتتعلق ببيوتهم، وتشوفه يتباهى بانه اني جبته من العراق من فنان عراقي، وبعدين ويأكد على التوقيع. توقيع لازم يوقع الفنان؟ نعم يوقع الفنان. اي فهذا شيء يعني اي ظاهره ان للعراق هاي بها توقيع جاي اشوف. نعم اي بها توقيع، هاي بها توقيع وهاي هم بها توقيع. اي معظم معظم التوقيع فنان يعرف فنان. اي على قوه اللوحه. استاذ صباح، اكو بعض الدول بعض راغبي هذا الفن انه تدخل لوحاتهم بمزادات بأسعار خيالية. نعم. شنو فرق عندنا؟ أولاً عندنا الفنانين اللي هم عندهم أسلوب قوي جداً. شنو يميزه عن غيره؟ يميزه بأنه طريقة عمل اللوحة اللي يشتغلها أكاديمية بحتة. يعني المواصفات. أكاديمية بحتة. مواصفات عالمية عراقية، حضارة وادي الرافدين، حداثة الحداثة العراقية اللي هي التاريخ القديم والحداثة العراقية، مثلا اللي القطار القديم اللي جاي من البصرة، شط العرب والشناشيل. على هاي الأساس انه تكون غالية زين ومعروفة اللوحات التجارية عن العمل. اي نعم. شلون تعرفون؟ احنا نعرف. نعم. الرسامين الفنانين، واكو ناس اختصاص يروح الى صار مزاد بدبي. نعم. فرنسا، يروح ياخذ طياره ويروح يتعنى بذيك الدوحه على مود اللوحه ويدخل بها مزاد فهذا اللي يميزك عن الفن العراقي المحترم. الرسامين هسه بهاي الجوده؟ عندنا رسامين فاقوا الرسامين الأجانب من ضمن هذا الاختصاص. كفناناني أفتخر عندنا فنانين عراقيين لوحاتهم داخلة متحف اللوفر. أي مثل جواز سليم، فايق حسن، ومعظم الفنانين اللي موجودين هسه فرنسا، إيطاليا، دبي، النرويج، السويد، كل الدول العالمية. فهو كعراقي يعرف نفسه. طيب في ظل الحداثة اللي جاي يعيشها المجتمع. نعم. من الصور الفوتوغرافية، مقاطع الفيديوهات، الانترنت، اللوحات اللي موجودة بي دي اف بإمكانك انه تسحبها بملفات عالية الدقة، هذا الموضوع بشكل او باخر اثر عن الرسم، اثر لا. عن جودة الرسم؟ لا ما اثر لان الناس مو غشمة، يعرفون الطبع ويعرفون التكنولوجيا شلون هاي. فمثل امثل لك يعني شلون كانه تاكل تمن عنبر ومطبوخ بدهن الحر، او تاكل تمن عادي اي مطبوخ بهذا. اي فهذا الشيء مثل احنا عندنا كعراقيين. اي كعراقيين مثل ما قالت البارحه المقتربه عايشين ببريطانيا. اي نعم جو هنا واخذوا لوحتين، فقالت لها ماما شلون راح اسبوع الاخر راح نطير. فاي قالت لي شوف استاذ صباح، شوف حتى بنتي ما ودها تروح نرجع لبريطانيا ببيتنا، كون على ثقه والله. ودا يحجون على بريطانيا. هذا هم يحجون البارحه، دا يقول احنا نلزم سره على واحد نروح له بالمترو يسوي كبه عراقيه. اي كبه عراقيه نروح له بالمترو ونلزم سره، ها والكبة مو مثل هاي مالت سراي المتنبي. تقول صارنا أقل الشهر إحنا متمتعين السمك العراقي الأكل، رغم هاي يقول عدكم طيبة ماكو منها بالعالم.
اي نعم اي قال عندكم طيبه ماكو منها بالعالم، هذا شيء نفرح به رغم المأساة، رغم المأساة اللي عايشيها احنا مثلا يعني ككهرباء او كذا، هذا شيء ممكن باي دوله زين، والحكومه ما مقصره ما مقصره، هم الناس ويانا، الناس هم ويانا. نعم اخر سؤال تفضل. وضعية ارتفاع الدولار اللي موجود، هم يعني ارتفعت المواد اللي تشتروها، غليتوا الأسعار بالنسبة للوحات؟ لا لا، احنا اضررنا شيء بسيط، وبعدين احنا بإمكاننا، ليش يقول له هذا كفنان، نتفنن باللي نقدر عليه وحسب الإمكانية ونعرف احنا، مثلا أنا رسمت لوحة وجاء مقترب اجى أجنبي، أنا من أريد أطلعها منه غلي عليه، دولار صاعد اغلي عليه، ما راح اولا ما راح يشتري، وما راح اني اقدر ادبر حياتي، فانزل الى الدولار صاعد اني انزل واعرف شلون اتفنن، زين، فما اثر علي انا الا شيء بسيط جدا جدا. اشكرك جزيلا. نعم مشاهدينا الكرام، بالتالي احنا فرحين جدا من انه نشوف هيش ناس هيش مبدعين فنانين جاي يتعاملون بهذا الرقي، رغم انه ارتفاع الدولار وما شابه ذلك اللي اثر عن جميع الاسواق التجاريه العراقيه وما وغير الاشياء اللي بامكان انه الفرد العراقي يشتريها، لكن اكو ناس طيبه، ونتمنى ايضا من الناس اللي مسؤولين والقائمين على ارتفاع سعر الدولار يدرون بالهم على المواطن. فختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كل الكادرين، وارفع لكم القبعه مشاهدينا الكرام.